الأخشن عظما من سيتحمل طرق الخصوم، وجلسة كسر النصاب تعنون بجلسة كسر الخشوم. فمن سيمرر رئيس جمهوريته الذي يبتغيه؟ ومن سيعطل أمرا ليس للشعب ناقة ولا جمل فيه؟ التيار وحلفاؤه والمستقلون إذا استجابوا لدعوة الصدر يمضون، أم أن الإطار الشيعي ومن يشايعه سينجحون بالكسر؟ المواعيد الدستورية طاحت تحت فراش التفاهمات التي لم تحطم جدار الخلافات. فيوم 26 قريب وهو يحمل في طياته الكثير، من سيخرج أنفه مرفوعا ومن سيخرج خشمه كسير؟ هل سيمرر رئيس جمهورية من الديمقراطي بدعم التحالف الثلاثي، أم يكون من الاتحاد الوطني بفوز الإطار التنسيقي؟ أم أن للحوار الداخلي والتوسط الخارجي قول آخر؟